تعالى بقى جوه، تعال جاي تعال جاي، خلي بالك خلي بالك جوه، تعالى. طب تعالى تعالى تعالى، بس بس ادي مكنة لسه جايبها واحدة سن، ما ان شاء الله نشوفها، ممكن تصلح ممكن تكون هي عايزة تبيعها مش عارف. شغالة يا حجاه؟ هي عايزة شنطة اصلا بس كده، هي عايزة تشطبها. لا لا دي شغاله، المطر شغال بس ايوه عايزه تعمل الابره ماسكه في البتاع ده، عايزه تتحط، عايزه تتعمل شد المطر بتاع ده. هتعوز شويه تظبيطات عامه، شويه تظبيطات. طب نشوف المطار حالته ايه. طيب طب نشوف، لا ده مش تبعها ده، استنى كده، هذا هذه كله كله ده سهل، ولا ده حضرتك في الاول بتعين الحاجه. نشوف نشوف هي هتعوز ايه بالظبط، نشوف هتصرف ايه. او اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعين ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا ومرحبا بيكم. احنا معانا ومعاكم النهارده من عند بقى عبد الغفور البرعي، عبد الغفور برعي اسيوط. ده بقى بيرجع القديم جديد، يعني لو اي حد عنده حاجه باظت، وكمان الكهرباء اللي بتتحرق بترجع جديده معاه زي ما هي. الموتور شغال. على فكره الابره بس اللي تافهه، قول ان دي ابره فاشله، ما الابره بتاعتها بس اللي تافهه، لكن هي كله شغال. لا يا حاجه، ده الابره فاصله من جوه من العمود نفسه، من العمود. عايز حد يعملها، انا وديتها قبل كده وعملها لي، بس خلاص انا كانت وعيه ونظري ما تجيش. لا 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 لا، حتى لو السير واقع هي الابره ما يقفل. لو انا هشغلها من غير سير اساسا المفروض هي هنا بترفع وبتنزل، بس هي فيها حاجه هنا مش مشكله يا حاج. بص يا حاج، عدى عليها على العصر كده او بكره اقول لك هتستاهل كام لو عايزه تبيع. لا ما ينفعش. لا لا لا، خدها معايا. ماشي، ما انا هاخدها، بس انا معايا شريك لسه راح يصلي الظهر. هو انا مكاني بعيد، هتاخدها هاخدها، مش هتاخدها هتاخدها في الشنطه وامشي، ما تدفش عليها. هي كل الحاجات دي بسيطه. لا من قال لك بسيطه؟ والله بسيطه، لما المطور بتاعها شغال. ما هي الابره هي اهم حاجه فيها، هي الابره. الابره اللي بتفتح وبتضيق. الابره شغاله، بس انا اللي انا كنت وديها البشريه والله، كنت اصلحها وريت الباب واركنها هتنفع، بس هو المشكله في ان انا نظري تقف ما بركش، لا هو في يمين ولا شمال. نشوف الشهاده كويس اللي ده، هي فاصله من جوه حاجه، بس الفكره انها فاصله من جوه، ممكن يكون العمود بتاعها مقطوع. اجلبها كده على الاوضه. دي طريقه معاينه الحاجات، صح؟ ايوه لازم لازم اشوفها من تحت. هي بقى المكنه بتاعت الخيط دي عايزه ايه؟ دي فاصله من هنا، استنى دقيقه، دي فاصله فيها في العمود، التروس هنا، في تروس هنا، مجموعه تروس كلها مع بعضها فاصله، لذلك متخليها المفروض الابره تطلع وتنزل، لا بتطلع ولا بتنزل، هي فاصل فيها مشكلة هنا. شغالة دي، نشوف الكهرباء يا محمد. طب نشوف الكهرباء. طب يا حاج هتصل بيه 10 دقايق، طب ارن عليه. لا لا لا، 10 دقايق بالظبط ارن عليه. الكهرباء الكهرباء، بصي طريقة الكهرباء، الكهرباء بتبقى كده في البيت، بيحصل فيها جفلة النقطة السوداء دي. تمام. الوقت دي تصليحها بقى سهل ولا بيصعب؟ سهل، هي سهل لو ايه، لو عندك قصدير في البيت هتروح مقشرها كده، هتروح مقشرها كده. تمام. لا لا والله، لا لا والله، والله جربت الوطن مش لايف ده؟ لا لا، بصي لو عملنا دي كده كده اشتغل. هتعمل ايه؟ هتجيبي اي قصدير تمام، ماكوت لحام، وتروحي عامله القفله هنا،
اهي بصي تشتغل معاك، تقعد سنين وبقالها بتاع 6 شهور فوقها واكتر، والله بتقعد بالسنين اهي. يعني الحاجات دي الاشخاص اصلا بترميها ما بتهتمش ان هي تصلحها او اي حاجه، اول ما الكهرباء تبوظ بنضطر نجيب كهرباء غيرها وخلاص. لا لا، هي طريقه تصلحها سهله جدا، بس هتعوز منك امكانيات يعني كده مفاتيح بتاع. ماشي تمام. الخلاطات بقى حضرتك لسه مورينا خلاص لسه هيتصلح. ما الخلاط طالما موتوره باظ خلاص ده بيتغير كله، مالوش تصلح. بيتغير الموتور كله. اسهل. ايه الخلاط اللي حضرتك مصلحوه؟ لسه مشغلاه. ما هو ده ده. واحد بصي. ده حطينا موتور فيه جديد. خدته كجف موتور بايظ 150. اما بعد التصليح 450. 450 لان برضه انا مشتري الموتور. تمام. كل دي حاجات بقى حضرتك اللي مصلحها. كل دي بقى حاجات حضرتك اللي مصلحها وعايد تصليحها. عامل لنا اعاده تدوير. التلفزيونات بتواجه فيها صعوبه وحمد اكتر حاجه. اشمعنى التلفزيونات؟ الكترونيات، وبعدين مش ببقى فضيحه اساسا انها بتاخد فيها، بس لانها بتاخد منه وقت ومجهود. مين علم حضرتك بقى المهنه دي؟ بقول لك كتر قعادي مع زملائي الكهربائيه، اقعد عند حد كهربائي بتاع. لا ده اصغر حاجه. دي بكام دي؟ ب50. ما اعرفش والله. انا كل حاجه نص ساعه. ايش ده والله؟ نعم؟ تعالوا حتى منها معايا نجي نشوف بتاع نص ساعه. ها؟ تليفون عامل ايه؟ في تليفونات. كم الماشي طيب؟ 50 والله. هاي حته كبيره اجيبها لك؟ 30 بعمل؟ 50. حتى 30. 50 والله، خد يا دعلك. ما هي حته كبيره اجيبها لك؟ الحاجات الجنازير والاقفال والحاجات دي برضه حضرتك ايوه بس مجمعهم؟ بيبقى الناس مالهاش لازمه عندها فبتبيعها فبنشتريها. انا بعت بياخدوها الناس بياخدوها بسعر رخيص. الكاتب بقى والحاجات دي حضرتك برضه مصلحها؟ بصلحها الحمد لله. وفي كمان هنا الراديوهات اللي هي بقى قديمه وبتاعت زمان، دي كلها حاجات كمان متعاد تدويرها. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين المتابعين ابو جيب ميديا في كل مكان، شكرا ليكم، شكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هات واحدة تاني. ما فصل. من طريق السنة الجاية مدرسة.